أكد رئيس قسم التنمية البشرية والاقتصاد بكلية الثروة السمكية جامعة السويس الدكتور أشرف شبل يونس، أكد أنه قدم تصورا بوضع استراتيجية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي قائمة على محددات ومرتكزات معينة. وضع استراتيجية مقترحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، هذه الاستراتيجية قائمة على مجموعة من المحددات والمرتكزات. المحددات لهذه الاستراتيجية بتتمثل في أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بيتأثر بالعدد بعديد من المتغيرات، سواء كان هذه المتغيرات محلية وتتمثل في الزيادة السكانية المرتفعة أو متغيرات إقليمية نتيجة للي بيحصل من اضطرابات عالمية، وبالتالي الأسعار العالمية اللي بتتزايد بشكل قوي. هذه المتغيرات تؤدي إلى زيادة الفجوة في ما بين العرض والطلب من الإنتاج الزراعي، وزيادة الفجوة ده بيدفع الدولة المصرية إلى سد هذه الفجوة عن طريق الاستيراد، وبالتالي بتزداد الفاتورة الاستيرادية، وده بيشكل عبء كبير جدا على الاقتصاد القومي، ومن ثم ده بيؤدي إلى تأثر الميزان التجاري الزراعي بالسلب.